مساء الفل عليكم. تعالوا النهارده نعمل ألذ وأحلى وصفة كب كيك. ممكن تتخيلوا إن هي قد إيه اقتصادية وحلوة وجميلة، وفي نفس الوقت بتعمل كمية كبيرة جدا. يعني لو عندك نص كيلو من الدقيق تعملي منه 30 قطعة كب كيك، وكمان مش هتحتاجي تعملي شوكولاتة، أو مش هتحتاجي إن أنت تشتري شوكولاتة خام من بره أو شوكولاتة صوص شوكولاتة غالي. لأ، أنت هتعملي شوكولاتة في البيت بطريقة سهلة واقتصادية جدا جدا، ومش هتحتاجي ابدا مكونات كتير. النتيجه بصراحه يعني تشجعنا ان احنا دايما نعمل الوصفه دي، وصدقوني مش هتندموا ابدا ان انتوا عملتوها. ولادكم هيفرحوا بيها قوي قوي. وصفه ناجحه 100%، وخصوصا الناس اللي ما بيطلعش معاها الكيك حلو. بجد الوصفه دي هتغير خالص مفهومكم للكيك. تعملوا حاجه كده زي الهوهوز، حاجه كده زي نايتي شوكولاته، يعني حاجه جامده جدا جدا. والوصفة دي تنفع كمان صيامي، يعني هوريكم الطريقتين صيامي وافطاري. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، وتفعلوا الجرس على كلمة الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وبشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناة. ميرسي جدا جدا ليكم والكومنتاتكم الحلوة. عندي كوباية من الحليب جوز الهند او الحليب العادي، لو هنعملها صيامي يبقى حليب جوز الهند. وطبعا انا عملت لكم حليب جوز الهند كذا مرة كذا فيديو، فهتلاقوه كله ان شاء الله في القناة وفي صندوق الوصف. كل كوباية من الحليب هحط عليها معلقتين كبار من النشا، واقلبهم على البارد لحد الذوبان الكامل. خلاص هيدوب كويس قوي قوي. بعد كده ابتدي ان انا ارفعهم على النار. النار بتكون هادية جدا جدا، مش بتكون نار عالية علشان خاطر النشا ما يتكتلش بسهولة. يعني احنا محتاجين ان هو يستوي جوه الحليب يعني اطول فترة ممكنة، عشان كده مش عايزين يتكسر بسهولة. وبعد كده هبتدي ان انا اضيف ربع معلقة صغيرة من القرفة، ودي اختيارية يعني مش لازم تضيفوها لو مش بتحبوا طعم القرفة مع الشوكولاتة. بعدها هتضيفوا ربع كوباية من الكاكاو الخام. لو هتضيفوا الكاكاو محلى يبقى خلاص كده هنستغنى عن السكر. لو هتضيفوه غير محلى يبقى انتوا هتحطوا 3 معالق من السكر. يفضل طبعا لما نيجي نعمل وصفة شوكولاتة يفضل ان احنا نضيف السكر البودرة، مش السكر الحبيبات، يعني لان سكر البودرة بيكون افضل في وصفات الحلويات. بعد ما احنا نبتدي ان احنا نقلبهم بالشكل ده، هنبتدي ممكن لو عندي اي شوكولاتة مطبخ خام، لو عندي، لو مش موجود عندي خلاص كده انا مش محتاجاها. انا كان عندي مكعب من شوكولاتة الخام بتاعت المطبخ العادي، فحطيته كنكهة يعني مش اكتر، لكن هي الوصفة بجد مش هتحتاج حاجة. طبعا ما ننساش نحط المادة الدهنية، وهي هتكون عبارة عن زيت او سمنة او زبدة. لو انتم متوفرة عندكم زبدة يا ريت تضيفوا مكعب زبدة، لو مش متوفرة ممكن تضيفوا معلقة صغيرة من السمنة او معلقة من الزيت. وطبعا الزيت او السمنة او الزبدة مجرد بس بيدي لمعة للصوص، وفي نفس الوقت بس لو زبدة بصراحة بيدي لمعة وطعم الاتنين مع بعض. فعشان كده بقول لكم لو زبدة، لو متوفر عندكم زبدة بيكون افضل بكتير. وده بيكون شكل الصوص. طبعا استوى حلو خالص على كده، مش بنتقله عن كده، لان هو اصلا لما بيبتدي ان هو يبرد بيتقل اضعاف كده، فاحنا لو تقلناه عن كده هيبقى مش حلو. هو لازم يبقى سايب سنة، ولما نيجي نصبه في البولة نحس ان هو بينزل يعني بمنتهى البساطة معانا، مش معقد ومش تقيل. واحنا طبعا مش هنشتغل فيه ابدا، وهو مش هنشتغل فيه وهو سخن. طبعا احنا هنبرده خالص، وقبل ما نشتغل فيه عشان تبقوا بس عارفين شوية خطوات هنعملها. هنغطي الصوص بمجرد ما نحطه في بولة عشان خاطر ما يجلدش، ما يعملش جلدة من فوق. واول ما نبتدي نشتغل فيه بنديله ضربة في الخلاط قبل ما نزين بيه عشان خاطر يرجع يتقل تاني. فدي كل الملاحظات اللي انا ممكن اكون اضفتها لكم على صوص الشوكولاتة اللي احنا هنزين بيه. كوصفة مهمة جدا جوه البيت مش هتستغني عنها. ومن هنا ورايح هتعملي صوص، هتعملي كيك شوكولاتة كل شوية، ومش هت مش هيبقى عندك حتة انا ما عنديش شوكولاتة، او هتعولي هم بقى ان انت تجيبي شوكولاتة منين. ده شكل الصوص. طبعا انا هصبه هنا في البولة عشان يبرد خالص، وزي ما قلت لكم هبتدي ان انا اغطيه لحد ما يبرد، وهغطيه بستريتش يعني بكيس بلاستيك عشان خاطر ما يعملش جلدة كده من فوق. وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم اول ما هيبتدي يبرد قبل ما اشتغل بيه هبتدي ان انا اضربه في الخلاط علشان خاطر يبتدي يتقل ويرجع تقيل تاني. ودي حاجة اساسية ولازم نعملها دايما في الصوصات، سواء صوص كراميل، صوص شوكولاتة، او صوص اي فاكهة تاني يكون زي
الزباين دي لازم يتضرب قبل الشغل عشان خاطر يبتدي ان هو يرجع حلو، وفي نفس الوقت يبقى تقيل ويتبرد، يعني يتبرد كده ويبقى تقيل. تعالوا نشوف مكونات الكب كيك بتاعنا. الكب كيك بتاعنا زي ما قلت لكم احنا ممكن نعمله صيامي وممكن نعمله فطاري الاثنين، فانا هقول لكم لو كله لو في مكونات بقى صيامي او في مكونات فطاري هقول لكم هنشيل ايه وهنحط ايه. كمان الصوص ده ممكن نضيفه جوه الكيك نفسه، يعني ممكن نحشي بيه الكيك نفسه بعد ما يبتدي ان هو يبرد خالص، كنوع من انواع الكيك اللي هو زي الهوز او كده. فيعني الصوص ده ليه استخدامات كتير جدا جدا. اول حاجة عشان نبقى بس عارفينها نكون محضرين يعني محضرين كل مكونات الكيك في درجة حرارة الغرفة. بنجيب الخلاط بتاعنا، بنضيف زي ما انتوا شايفين كده نص كوباية من الزيت عليها كوباية من السكر، نضربهم كويس جدا جدا في الخلاط بالشكل اللي انتوا شايفينه. ضفنا زيت وسكر ضربناهم كويس، حطينا بقى معالق صغيرة من النسكافيه، وحطينا كمان من القهوة، وحطينا من الفانيليا معالق صغيرة، بعدين حطينا 4 معالق كبار من الكاكاو الخام الغير محلى. طبعا هنا لازم يبقى نحط كاكاو غير محلى لان احنا حاطين كمية سكر حلوة، وهنضربهم كويس جدا جدا كده. بقى المكونات السائلة بتاعتنا، شايفين المكونات تقيلة وحلوة ازاي؟ الزيت مع السكر مع الكاكاو ضرب كويس جدا، وحطينا طبعا نكهة الشوكولاتة القهوة ونكهة الفانيليا، فطبعا هتبقى جامدة جدا. هنبتدي بقى نحط 2 كوباية من الدقيق عليهم باكت من البيكنج باودر او الكيكشف المتوفر عندنا، ونقلبهم كويس جدا. لو تلاحظوا ولا حطينا بيض ولا حطينا لبن في الوصفة، فده حاجة حلوة جدا. هنجيب 1/4 كوباية من المية، هنحط عليها 1/4 معلقة من الخل، وهنبتدي نقلبهم كويس. المية دي بتكون دافية، وما ننساش نحط عليهم معلقة صغيرة من القهوة علشان خاطر تدي طعم حلو مع الشوكولاتة، ونقلبهم كويس. ودي اللي بتخلي الكيكة الشوكولاتة لونها يفضل زي ما يعني دي بتعمل زي مثبت كده للون. القهوة مع الخل مع المية الدافية بتعمل مثبت للون الشوكولاتة، ما بتخليش الكيكة تفتح لما تدخل الفرن، بتطلع كده حلوة زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. وده سر صوص او كيك الشوكولاتة اللي بنشتريه من بره، فمهم جدا ان انتوا تعملوا الخطوة دي. ويا ريت محدش يقول المية الدافية بتبوظ البيكنج باودر، لان هي فعلا مش بتبوظها ولا اي حاجة صدقوني، بالعكس هي بتخليها تبقى حلوة وهشة وجميلة. ويمكن احنا جربناها في كذا كيكة قبل كده واعتمدتها تقريبا في كل الكيكات اللي انا بعملها سواء شوكولاتة او كيكة عادية، لازم اضيف 1/4 كوباية من المية الدافية على اي نوع من انواع الكيك. هجيب صواني الكب كيك بتاعنا وهحط لها ورق الكب كيك، وهبتدي اجيب معلقه معياريه بحيث ان انا اضيف لكل ورقه تقريبا النص بالظبط، النص بالظبط يا جماعه ما نكترش على النص لان هو اكيد هيعلى لحد الاخر. وبعد كده طبعا بنخبط الورق بالشكل ده، وبعد كده بنكون مشغلين الفرن طبعا قبليها ب10 دقايق، بيدخل على فرن ساخن بس مش بيطلع مش بيبقى من فوق الفرن شغال، بياخد 1/3 ساعة بالظبط وبيبقى ناضج وزي الفل. طبعا بتطلعوه على طول زي ما انتم شايفين حاجة حلوة جدا جدا. بتكونوا مجهزين صوص الشوكولاتة، بينزل بقى على الكيك صوص الشوكولاتة، ممكن صوص كريمة اي حاجة تانية. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. بشكر كل اللي بيتابعني وبينتصر في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم والكومنتاتكم الحلوة، تحياتي ليكم بألف هنا، بشوف اشوفكم دايما يا رب على خير.